انتشرت مؤخرا بعض الشائحات حول انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الداعية والمنتج معز عن سعودة، ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، بل ادعت بعض الصفحات المختصة بأخبار الفن بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك علاقة عاطفية تجمع شيري بالفنان محمد الشرنوبي، وذلك بعد انفصالهما، وكذلك انفصال الشرنوبي عن خطيبته المنتجة سارة الطباخ. ومن جانبه أبدى محمد الشرنوبي استغرابه من هذه الشائعة، خاصة أنه لا تجمع أي علاقة من قريب أو بعيد بشيري، هذا بجانب رفضه التام خلال هذه الفترة الارتباط بأية فتاة نظرا لتجربته الأخيرة التي ما زالت متأثرا بأحداثها. وأضاف الشرنوبي بأن كل ما يشغله خلال هذه الفترة هو فنه ومستقبله فقط، وأن أي خطوة وأي مشروع خارج عمله هو مؤجل لوقت لاحق. يذكر أن محمد الشرنوبي قد انفصل مؤخرا عن خطيبته سارة الطباخ بعد أقل من شهر على إعلان خطبتهما.